لأن الله ربي سأبتسم وأخبرهم بأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فالرزق بيده ولا أحد يستطيع منعي من رزقه، لأن الله ربي سأدعوه وأدعوه وأدعوه حتى يأتي يوم وأخبركم ما فعل الدعاء بي، لأن الله ربي لن أنحني، سأقاوم هذه الحياة القاسية، لأن الله ربي سأجفف دمعي وأخبر نفسي بأنه لا شيء مستحيل، فقد قال في محكم كتابه: أدعوني أستجب لكم، والأمنية ستتحقق، والهم سيزول، والجرح سيبرأ، والحلم سيبنى، لأن الله ربي. سأصبر وأصبر وأصبر حتى يفك كربي ويبنى حلمي وتتحقق أمنياتي، لأن الله ربي.